جزاكم الله خيرا. يقول: زوجتي لا تصلي، وحاولت فيها كثيرا حتى أنني أعطيتها فلوس فصلت أياما ثم تركتها، أفيدوني جزاكم الله خيرا الجزاء، ماذا أعمل؟ الواجب عليك أن تلزمها بالصلاة وأن لا تتركها، لأن الصلاة فريضة وتركها كفر، وهي زوجتك وأم أولادك، فلا يجوز أن تسكت عنها وتتركها وهي لا تصلي. فإما أن تلتزم بالصلاة وإما أن تفارقها، لأنه لا يحل لك أن تمسك امرأة تترك الصلاة.